من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أنتم سمعتم ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها: سألوا الله كل شيء حتى الشسع، فإن الله إن لم ييسره لم يتيسر. هكذا كان الناس يسألون الله كل شيء حتى يسأله أحدهم الملح للطعام، فإن الله إذا لم ييسره لم يتيسر. هذا العادة، لاعتياد المرء أن يقبل بحاجته على ربه. هذه كاد الناس يفقدون هذه العادة، تأتيه الزعازع وتأتيه الفتن الواحدة تتلو الأخرى. لا تراه يرفع بصره إلى السماء، لا تراه يمد يديه يرفعهما إلى ربه. الرب غائب عن ذهنه، فإذا كان الشيء لا يستطيع دفعه نظر إلى من يستطيع من الأناس. أعرف فلان يعرف فلانا، هل تعرف فلان يعرف، هل تعرف أحدا من الناس يستطيع فعل كذا وكذا؟ حتى إذا أعيته كل حيلة نظر إلى الحيلة التي لا تعي أحدا، أعني الدرهم والدينار، ليستدفع بهما البلوى التي تصيبه، ويغفل وينسى أن ربه سبحانه يكشف الكرب ويجيب المضطر ويغيث الملجأ. الناس كانت تسأل ربها كل شيء، تسأل ربها كل شيء. شوف عائشة، حتى الشسع، الخيط تربط به حذائك، يا ربي أريد خيطا لحذائي. لكنه العبد يعلم أنه لا مولى له إلا ربه، لا باب له يطرقه إلا باب ربه، فيقصده في كل صغيرة وكبيرة، فيكون صوته صوتا مألوفا في الملأ الأعلى. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية ثم الوصوف تضيء.